عليكم البنات، صباح الخير عليكم. انا نحضر معكم الشواء واللحم بالبرقوق. انا نوري لكم شنو نعمل في الشواء، نوريكم شنو نعمل في اللحم بالبرقوق. هادي عندي الشواء، هادي هنايا عندي ثلاثه ديال البصيلات من هادو حمر، المهم اي بصل يكون عندكم حاضر. والحم عندي هنايا بعض البصيلات من هادو، وعندي هنايا قصبر ومعكنوس، هذا غنقسمو على حسب الحم وعلى حسب الشوا. المهم ديك الساعه واش غنعمل في الشوا، وفي الشوا عندي البنات عندي جوج الكواتر ديال الابزار، جوج الكواتر ونص ديال سكينجبير، كوتشاره الكيمون، هادشي اللي عندي في العطرية، وملحة وزيت الزيتون. وفي اللحم عندي كوتشارة ونص سكينجبير، كوتشارة اليبزار، نص كوتشارة القرفة، نص كوتشارة الكيمون، الزعفران، نص كوتشارة الخرقوم، والزيت والملحة البنات. وبعض البصيلات انا نعاودها، بعض البصيلات وغنطحنهم البنات في هادو. انا البنات طحنت ديك البصله وعملت فيها الربيع باش خلطتهم مع بعضياتهم. نعمل العطريه، ها هي الزيت، الملح على حسب الذوق، العطريه حتى العطريه البنات كل واحد اش كيبغي. عملت شوية الملح البنات، دابا غنكب العطرية كما تشوفو، غنكب المقادير ديالها والزيت، وعلى حسب كل واحد اش كيبغي البنات. البنات دابا كنعملو الإقامة، تشوفو هادو الرجلين البنات الفخضة كيكونو لدادين، متسيبوهمش كيعطي واحد اللذة مطلة. البنات وهاد القامة غنكبها كاملة عليها حتى باش غنخليه بلاتي، ما غنطيبوش دابا، شحال ما خليت هو كتدخل فيه الليقه احسن. انا البنات عملتهم في الفران، شعللو من تحت ومن فوق. اول البنات جبتهم في الفران، ها هو طاب مزيان مع اتاي الزيتون والخبز سخونه، حتى هي حطيت الخبز سخون في الفران. هذا هو فطوري، كنشتركو معكم، كنشترك معكم كلشي الحاجه ديالي ديال العيد. انا البنات عملت شويه ديال الزيت كما كتشوفوا، ها شويهش دابا غنعملو
المحكمه اللي بقات حتى هي نعمله بنته. غنقص لها ملي غتغلي غنقص لها بوطه، خليها تغلي على خاطره، خلي تغلي على خاطره البنات ان شاء الله. بوطه دابا نعلي على 9 تتغلي مزيان، و 9 نقص لها البنات بوطه كما كتشوفوا البنات. غير نتغرف هذا الماء مع مرشي حتى لهنا كان عندي عشان نشوف شحال. المهم نص الغرف هذا بارك عليه من المرقة، خليته غلا مزيان تشحر، خليته على البنات. رديت برقوق حطيب، عملتلو شوية الزيت، عملتلو شتي بوط لي بزار، عملتلو جوج كواتر ونص سكر، كواتر القرفة كبيرة، عملتلو شوية المرقة دالحم، الحب ديالي صافي طابت هي، خليت غا شوية المرقة، طابت مزيان البنات. ملي نوض طيب رديتها وعملت شغلي على خاطري، ونقصت لابوطة ملي غلات خليتها على 3، هي طيبة مزيان. دابا عندي الشلاطة هاهي، عندي البنات بطاطا جاهدة كتشوفو، خيار بربا مايس بانيتس ديال المار هاتون بيطات مطيشة، هادي البنات فيها مطيشة البصلة الزيتون شوية فلفلة حمرا، وعندي هنا الليتوغا، وهادي غا فرشة فلسينية، وهذا الروز غيجي في الوسط سنوريكم الطريقة ديالو. عندي هنايا 4 كواتر ديال الزيت، وكوتشارة دو خلو شي حاجة، وكوتشارة صغيرة من الصغار من الملح البنات. دابا غنعمل الزيت، هادي البنات غنعملها شوية كيما قلتكم، فيها مطيشة بصلة الزيتون
نعمل لاش الخلو على هذا شويه باش تشوفوا كيفاش كنعملها. صافي خلطه انا البنات ساليتها انا الشلاطه ديالي ساليت البنات صافي الغداء ديالي باقي خصني نعرف وصافي. انا البنات الحال ديالي طابت هي كيفاش جات تفتيه كتول بوحدي طيبه مزيان ملي كنحليو لها البوطه. اصلا كيدير لي الحولي باشي من ديك شارفين دغيا كيطيب صراحه. انا كيفاش طيبة البنات طيبة جات بصراحة لذيذة منشهيكم. هذا هو الغداء ديالي نهار رابع العيد دي عندي الشلاطة سنوريكم الطريقة ديالها كتجي غزالة. هذا العصير ديال البرقوق راه بارطاجيتو معكم. وهذا اللحم بالبرقوق اللحم بالجلبانة السلام عليكم. نتمنى تعجبكم الطريقة ديالي للطياب وحتى الفيديو يا خوري ان شاء الله. وكنشكركم بزاف نتمنى تكون عيتو تاتو مزيانين وبخير وعلى خير وعائلتكم كاملة. Yeah.
الله